يتعالى مستوى الحدية ولهجة الخطاب والتهديد والوعيد بين طهران وتل أبيب في ظل التوقعات الاستخبارية الغربية بأن تقوم إيران برد انتقامي على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق. الردود الاستباقية جاءت من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي جدد استعداد إسرائيل لسيناريوهات وصفها بالبعيدة عن مجريات الحرب في غزة في تلميح صريح لإيران، مع تأكيد مفاده بأنها ستؤذي أي إسرائيل من يؤذيها. على وقع المجريات السابقة يصل رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا يصل تل أبيب للتباحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي أوف جالاند، ويبحث الجانبان مدى الاستعداد للتصدي لأي هجوم إيراني محتمل. فوفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل فإن واشنطن وتل أبيب تستعدان لرد محتمل من طهران. الخطاب السياسي في الكواليس متواصل بين إيران وكذلك الولايات المتحدة، فقد كشفت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن رسائل متبادلة بين واشنطن وطهران، وجه خلالها كل طرف تحذيرات للآخر. الأولى تحذر من استهداف إسرائيل، والثانية من استمرار دعم تل أبيب واستعدادا لرد إيراني محتمل. تعلن هيئة البث الإسرائيلية عن تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي تدريبا مشتركا مع نظيره القبرصي للمسافات الطويلة، يحاكي هجوما على إيران بالتزامن مع الكشف عن مضمون تقييمات استخباراتية غربية بأن يأتي رد إيران على إسرائيل خلال الأيام المقبلة أي بعد عطلة العيد. رحب ضيوفي من طهران المختص بالشأن الإيراني دكتور محمد صالح صدقيان، وكذلك من واشنطن البروفيسور جابرييل سوما أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس السابق دونالد ترامب. أهلا بكما دكتور محمد صالح صدقيان. سأبدأ معك. يعني بريت ماكورك المبعوث الأمريكي طلب من وزراء خارجية الاتصال مع إيران وحثي على التهدئة وخفض التوتر. أنتوني بلينكين يعني في آخر التحديدات كان تحدث مع وزراء خارجية تركيا، كذلك المملكة العربية السعودية والصين لتوضيح أن التصعيد إن وقع فهو لن يكون في مصلحة أي طرف. رأي إيران دكتور كيف استقبلت تلك الاتصالات والرسائل التي يعني تقوم الولايات المتحدة بإرسالها، والطلب من أطراف متعددة ربما الحديث مع إيران حول خفض التوتر؟ تحية لك طارق ولضيفك وللمشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. أنت بألف خير. حقيقة قبل دقائق نشر أو كتب وزير الخارجية الإيراني أمير عبد الله هيان تغريدة قال فيها بأن وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا واستراليا اتصلوا بعبد الله هيان، اتصلوا به وطالبوه بعدم التصعيد، خفض التصعيد، بعدم الرد على الكيان الإسرائيلي على خلفية مهاجمتهم للسفارة الإيرانية بدمشق. وقال أيضا في التغريدة أمير عبد الله هيان بأنه أخبر الوزراء الثلاثة الذين اتصلوا به اليوم، أخبرهم بأنه إذا عندما يقف مجلس الأمن الدولي مكتوف الأيدي ولم يدين إسرائيل على خرق المواثيق الدولية باستهداف مقرا دبلوماسيا، فمعنى ذلك بأن لإيران الحق لتأديب إسرائيل، وأن إيران بالتأكيد سوف ترد على ما قامت به الطائرات الإسرائيلية بمهاجمة مقر السفارة الإيرانية بدمشق. وقال أيضا بأن إيران لها الحق بالرد عندما
سكتتم جميعا بعدم الرد، وقال بأن هذا الرد سوف يكون هو موضوع على طاولة، وأن إيران سوف ترد ما لم يتم تغيير الوضع العام في مركز التوتر، وهو الاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة. لكني أعتقد بأن الرد الإيراني، إذا بتريد استطارق الرد الإيراني، لا نعرف متى وكيف وأين وبأي مستوى سوف يكون هذا الرد الإيراني، لكننا نعرف بأن هناك ثابت في القراءة الإيرانية لكل ما يحدث، هو أن إيران لا تريد أن تساهم في إنجاح الخطة التي ينوي لها نتنياهو. نتنياهو يريد استدراج إيران، وعندما تستدرج إيران بضرب إسرائيل، هو يعلم جيدا بأن الولايات المتحدة سوف تقف إلى جانب إسرائيل، مثل ما وقفت خلال الستة أشهر الماضية بتزويد إسرائيل السلاح لقتل الأطفال والنساء والمدنيين في غزة. وبالتالي الإيرانيون يقولون بأنهم لا يريدون أن يحققوا أهداف نتنياهو ولا ينزلقوا بهذا الانزلاق، لكنهم يدرسون ويضعون كل الخيارات على الطاولة. الخيارات كما أعلم أن خيارات، هناك بلان أي، بلان بي، بلان سي، من أجل مواجهة إسرائيل ومعاقبة إسرائيل على ما فعلته في الأول من أبريل نيسان، عندما هاجمت السفارة الإيرانية بدمشق ومقتل 6 من كبار مستشاريها الذين كانوا يعملون لمواجهة الحركات الإرهابية والتكفيرية في سوريا. نعم. طب بروفيسور جابرييل سوما من واشنطن، يعني أكثر من رسالة أمريكية تطالب إيران بالتهدئة وخفض التوتر، لا تريد الولايات المتحدة أو تريد أن تتجنب انتقابا ضخما من إيران ربما قد يفجر هذا الانتقام حربا إقليمية قد يدور بالمصالح الأمريكية في المنطقة، لكن لماذا لم تقم إسرائيل أو لم تقم الولايات المتحدة في المقام الأول بلجم إسرائيل؟ ضرب السفارة أو القنصلية ينتهك مبادئ القانون الدولي، وفنيا هذه القنصلية أو السفارة تعتبر أرض منطقة ذات سيادة إيرانية. أولا شكرا للاستضافة أستاذ طارق، وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. لا شك بأن ضرب السفارة أو القنصلية الإيرانية، هو هذه السفارة هي امتداد للحكومة أو لإيران في سوريا. هذا مبدأ في القانون الدولي يعطي حصانات لهذه الدول لسفاراتها في الخارج. طبعا إسرائيل قامت بهذا العمل، وإيران تعتبر بأنه عمل عدائي. الاستخبارات الأمريكية تشير بأن إيران على وشك أن تقوم في غضون أيام بضرب مواقع إسرائيلية، قد تستخدم الطائرات المسيرة والصواريخ لضرب أماكن في إسرائيل. التعبير يقول أصول إقليمية لإسرائيل، وذلك ردا على ضرب السفارة الإيرانية في سوريا. طبعا موقف الرئيس بايدن كان واضحا جدا بأنه إذا ما قامت إيران بضرب مواقع في داخل إسرائيل فإن الولايات المتحدة سوف تقف بجانب إسرائيل، وكذلك رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو بأنه سوف ينتقم في حال أن بلاده تعرضت لضربات إيرانية. إذن الوضع في الوقت الحاضر هو خطر جدا، ويبدو أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يريد تهدئة الوضع بقدر الإمكان، لأنه سياسة الولايات المتحدة في الوقت الحاضر ترمي إلى عدم توسيع رقعة الحرب خارج غزة. نعم، لكن يبقى السؤال بروفيسور جابرييل، من يقوم بالتهديد بتوسيع الحرب في المنطقة؟ أليست إسرائيل؟ من اعتدى على الآخر؟ أليست إسرائيل؟
إسرائيل تقول بأن الحرب في غزة هي نتيجة لما حصل في 7 أكتوبر عندما قتلت حماس حوالي 1200 إسرائيلي. إذا أخذنا بعين الاعتبار الوضع الموقف الإسرائيلي، تجد بأن إسرائيل تقول بأننا ندافع عن أنفسنا. الولايات المتحدة سياستها في الوقت الحاضر أو سياسة بايدن ترمي إلى الدفاع عن إسرائيل، وتعتبر أن ما تقوم به إسرائيل هو دفاعا عن النفس. ولكن الأشياء المهمة في هذا الصدد هو أن الولايات المتحدة تعتبر بأن حماس هي منظمة إرهابية وقد أدرجتها على لائحة الإرهاب، ولذلك تعتبر أنه من الضروري القضاء على حماس لحل المشكلة في غزة. طيب، هنا دكتور محمد صالح صدقيان ذكرت موضوع وقف إطلاق النار في غزة، الموضوع الأساس في المنطقة، لو جرى ربما تقدم في المفاوضات الجارية ما بين حماس وإسرائيل عبر وسطاء وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في القطاع وتبادل الأسرى، عندها ستمتنع إيران عن الرد؟ هذا سؤال في غاية الأهمية. أنا يعني عندما تعتقد إيران بأن بؤرة التوتر الأساسية في هذه المنطقة هي غزة، وبالتالي كل هذا التصعيد الذي شاهدناه سواء كان في جنوب لبنان، في العراق، في سوريا، في البحر الأحمر، باب المندب، في السفارة الإيرانية بدمشق، عندما تكون هذه هي تداعيات البؤرة الرئيسية للتوتر وهي غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، معنى ذلك بأن هذه البؤرة فيما إذا تم تخفيض التوتر فيها، تم التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، تم انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، هذه الأمور بالتأكيد كما أعتقد تؤثر على كل التداعيات، تؤثر على كل القضايا الأخرى التي تصعد. وأنا أعتقد بأن مثل هذا يعني وقف إطلاق النار الدائم، نحن نتحدث عن هذا الأمر وخفض التصعيد في غزة، إذا ما تم أنا أعتقد بأنه يؤثر على القرار الإيراني، لكن بالتأكيد هو لن يلغي الحق الإيراني في الرد، لكن ربما يتم تأخير هذا الرد بشكل أو بآخر. لكن أنا أعتقد وهذا ما أريد أن أوضحه عندما قلت بأن إيران لديها بدائل، بلان أي، بلان بي، بلان سي، هذا يعتمد على كل التطورات في المنطقة في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء عند في الداخل الإسرائيلي أو في قطاع غزة، والأجواء والتطورات في الإقليم وفي المجتمع الدولي. وبالتالي أنا أعتقد بأن كل هذه التطورات ربما تتغير فيما إذا تغير الوضع في غزة. طيب، طالما أنك أشرت دكتور إلى سلسلة من البدائل بلان A و B و C، هل من بين تلك البدائل أن تمتنع إيران عن رد مباشر، هجوم مباشر على إسرائيل، وأن يتم ذلك الرد عبر حلفاء إيران في المنطقة؟ ما سمعناه من مصادر إيرانية تقول بأن الرد يكون إيرانيا، أي من الإيراني، ينطلق من الأراضي الإيرانية، لأن الهجوم الإسرائيلي جاء على أرض لبنانية وعلى سيادة إيرانية، وبالتالي الإيرانيون يقولون بأن الرد يكون من الأراضي الإيرانية. لكن هذا لا يمنع أن تستخدم إيران بدائل أخرى، هذه البدائل ليست بقليلة، سواء كان بالسفن العسكرية الإيرانية المتواجدة في المحيط، في المحيط الهندي، في باب في البحر الأحمر، في الخليج، في المياه الخليجية، أو سواء عبر أصدقائها فصائل المقاومة. والبدائل عند إيران أنا لا أعتقد بأن البدائل قليلة، بدائل كثيرة موجودة لديها القوة التي تستطيع أن ترد بها إيران. لكن المشكلة هنا والسؤال الكبير، إذا ما ردت إسرائيل أو إذا ما استدرجت الولايات المتحدة من أجل الرد على إيران، أنا أعتقد أنه في ذلك الوقت يعني لا أبالغ يكون يوم القيامة في المنطقة، لأن الرد الإيراني عند ذلك سوف لن يتحدد بحدود معينة،
وكل البدائل الإيرانية حين ذاك تكون شغالة وتعمل في هذا الإطار، وبالتالي يعني سوف لن يكون ما يحمد عقباه. طيب هنا بروفيسور جابرييل، ألا ترى أن الإدارة الأمريكية أو أن إسرائيل تجر الإدارة الأمريكية إلى مواجهة شاملة في المنطقة، خاصة وأن هذه الإدارة تستعد للانتخابات، وأن إسرائيل تعمل على توريطها مع مرور الأيام، ثم الولايات المتحدة لا تريد من إيران أن تقوم بالرد، أن تذهب إلى خفض التوتر والتهدئة. لكن كلنا نتذكر عندما استهدفت المصالح الأمريكية واستهداف القواعد التي كان بها جنود أمريكيين حتى الآن في العراق، قامت الولايات المتحدة بسلسلة من الهجمات. يعني كيف نفهم هذا الموقف؟ لا تريدون من إيران أن ترد على هجوم الواقع على قنصليتها، وعندما يتعلق الأمر بإسرائيل أو المصالح الأمريكية فتقومون بالرد. لسوء الحظ سياسة بايدن ليست كما كانت في عهد الرئيس ترامب. الرئيس ترامب كان أكثر وضوحا في مساءلته لإيران وتهديدها بأنها إذا قامت بضرب مواقع أمريكية أدت إلى مقتل أمريكان فإنه سوف ينتقم بطريقة لم تشاهد إيران مثيلا لها. وعندما قتل جندي أمريكي ماذا فعل ترامب؟ قرر القضاء على قاسم السليماني، وكان لديه لائحة بأسماء مسؤولين رفيعي المستوى في إيران بما فيهم القائد الأعلى الخامنئي. بايدن لم يتبع نفس الأسلوب ولم يكن له سياسة واضحة لا في أفغانستان ولا في علاقته مع روسيا أو مع الصين أو مع كوريا الشمالية. كانت علاقتنا حسنة مع جميع مع كل هذه الدول، تغير الوضع في الوقت الحاضر ويوجد هناك أزمات كبيرة إن كان في الشرق الأوسط أو في أوروبا أو في البحر بحر الصين الجنوبي أو مع كوريا الشمالية. هذا يعود إلى عدم وجود سياسة واضحة للرئيس بايدن، هذا يتسبب بمشاكل كبيرة في العالم ومن ضمنها ما يحصل الآن في الشرق الأوسط. كيف تحل هذه المشكلة؟ الرئيس بايدن يهدد بأنه إذا ما قامت إيران بضرب مواقع عسكرية إسرائيلية في داخل إسرائيل فإنه سوف يعني يساعد إسرائيل، لأنه يعتبر إسرائيل حليفا كبيرا له. ولكن في جميع الحالات لا أعتقد بأن إيران سوف تقوم بعمل من هذا النوع، لأنها تدرك جيدا أنها إذا قامت بعمل عسكري وتدخلت الولايات المتحدة في لمصلحة إسرائيل فهذا سوف يؤثر على النظام الإيراني وقد يؤدي إلى انهيار النظام بالكامل، بالنظر إلى وجود المعارضة القوية في داخل إيران من قبل الشعب الإيراني ضد الحكام هناك. إذن لا أعتقد بأن إيران سوف تقوم بعمل من هذا، سوف تكون مغامرة كبيرة إذا قامت بعمل عسكري ضد إسرائيل. ولكن هذا لا يمنع المنظمات التابعة لإيران مثل حزب الله، مثل الحوثيين، مثل فصائل المقاومة في العراق وسوريا أن يضربوا مثلاً مواقع للجيش الأمريكي أو أن يقوموا بقصف مواقع في داخل إسرائيل، قد يحدث ذلك. أنا أشكرك من واشنطن البروفيسور جابرييل سوما، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس السابق دونالد ترامب، وشكري كذلك للدكتور محمد صالح صديقيان المختص بالشأن الإيراني. شكرا جزيلا لكما.